Okay, I allowed you. Now you can share yours. I started the اوكي هلا يعني انا ما كنت عارفه من وين بدي بلش صراحه، فقريت هيدي البيج، بعدين قريت هيدا الدوكيمنت، جربت اعمل انستول ل ال دي اي بي موديول، كان عم يطلع لي هيدا الايرور. لحظة، كنت معه الأدمت لكم شخص. سوري سوري بس كنت أفوت العالم على السيشن. اوكي Can you show me again؟ يس. لما كنت عم بعمل كرييتنج ل ال دي اي بي موديول، بعد ما اعمل سيف عم يطلع لي هيدا الايرور، فعملت ريسيرش عنه. بين عندي انه لازم اعمل انستول لبايثون ال دي اي بي، بس عملت انستول ايه، لا بعدين. لحظة 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 لحظة. يس If you install Python LDAP بدك تتأكد انه عم تنزلي Python using pip 3.7 مش البيب العادي. البيب العادي حيكون pointing على 2.7، سو ما حيعمل شيء. اوكي، يمكن كرمال هيك طلع لي هيدا الايرور صح؟ ايه، try again please. Be right version pip. Let us know اذا رجع مش حاجة. Okay, بس اوكي 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 جورج، انا صار معي نفس الايرور. هبطل اللينك، بس شوطك هبطل اللينك اللي نزلت منه هيدي، لانه بدها تنزل على الفيرجن محدد حسب الفيرجن عندها شو هو. ايه اكيد اكيد. ثانك يو. اوكي، نكست. Next. يعني أحمد. أحمد ما دومانا. أحمد عم يبعت مسج. لا أحمد مش بعدك ميوتد. ما عم نسمع شيء. طيب فينا خلينا نكمل مع حدا تاني لبين ما قدرت حليت مشكلتك. أمين. الو تبرع شربل جنة.
هاي جورج. هلو. انا صراحة استني بالانجلر بالانتجريشن طبعا الانجلر والموندو مونجو لانه ما عم بيكون معي وقت كتير كتير وطلع لي كتير ايرورز، فبس لازم زي الله رد هلأ للتنين يعني فضيله وقته وخلصه بقى. وهلأ جربت فوت شوي بأودو كمان حسيت فيه كتير كتير روع فيك فوتات وجع راس كتير كبير، فبدي خلص اول شيء الانجلر وارجع اصفع عليه. اوكي مش مشكل. هلا نحن شرحنا باخر ريكوردينج كيف حلوه الشباب، وفي كان لوك اب ذا ريكوردينج. اذا بتضل عندك اسئله او مشاكل بليز ليت اس نو على سلاك سو ذات وي كان هيلب يو. اوكي 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 ثانك يو. اوكي نيكست. شو الكل مستحيل اليوم شكله؟ طيب شوف أنا السبات هذا عنده سؤال. جورج سمعني هلا؟ يس سمعت. عفوا يبدو الإنترنت عندي كثير بطيء كثير كثير بطيء. بعرف شو المشكلة. بعتقد كنت عم تسأل شو عملنا يمكن. يس بس بديت وشوف وين بعدين. انا بلشت بهدول اللي قلت لنا عنهم الانجينكس واكس ام ال ار بي سي وصلنا مع انجلر. بصراحه الوقت اغلب الوقت ضاع على انجن اكس. شو؟ فزع انجن انجن اكس. اوكي انجن اكس. سوري. فالاغلب الوقت ضاع يعني رايه وايرورز. هلا شفت انا شوي قدرت اشوف بعتقد عندي نفس الايرور تبعي عايشه بعتقد فيمكن مشان هيك بالالداب ما تظبطها كان عم يعمل لي نفس الايرور. هيدا يعني اكثر شيء صار يمكن ما كثير اشتغلت منيح البارحه بس يعني حجرب اظبط الموضوع. سوري على المشكله. ولا همك ولا همك. طيب خلينا نكبس جايز ذس ويك قد ما فينا بالبروجرس لانه هالويكند لازم نكون خلص مخلصين انجلر نكون فهمانين ودو اتليست ستراكشر وصار عندنا سوليد كويشنز مش جينيريك كويشنز حتى تو انسر اكزاكتلي ذا ديتيلز بيهايند الودو اركيتكتشر ستراكشر والتنين حنقطع فيها مظبوط نشرحها by definition theoretically يعني so هنيك you will connect the dots وبعدين منكمل بالnext steps. بس قبل هيك please take the weekend or take even today's time كرمال تخلصوا as much as possible. okay أنا لأنه بدي اضطر اعتذر منكم بعدني بمؤسسات الدولة عم خلص اساس مش حقدر اكمل معكم بالسيشن بس اتليست حبيت اطمن وبليز خلينا كيفسين هلا على خلينا كيفسين هلا على البروجرس ليت ميك شور انه يلي موقف شيء او مش ملحق على شيء لحق وليت ميك شور اللي عنده اسئله يكونوا سبيسيفيك كويشن يعني ما بدي اسئله مثل ما عرفت هو او ما فهمته او كذا بدي مثلا شو معنات كذا بيدو فتحت هذا الفايل بس ما فهمت اكزاكتلي شو بيعمل فايل معين مش in general. So let's have complete questions and Monday it will be more theoretical. لأنه في كذا حدا منكم صار طالب الثيوري behind it. مش بس هيك نفتح الكود. So Monday حيكون كله theory. Okay.
دين. اوكي بيرفكت. ثانك يو عائشة. ثانك يو عبد الله. ثانك يو كريم. كليكم يلا تكون الف عافية شباب. اوه بليز ليتس بوش. يلا عائشة بليز ليت اس نو على سلاك اذا رجع مش حالك بالفيديو. يلا تكون العافية. Thank you.